بكم لقاء متجدد على شاشة الإسكندرية وبسمة أمل، بالأمل نبدأ وبالأمل تحلو الحياة. مشاهدينا من العاصمة الثانية الإسكندرية، معكم أمل صبحي في بسمة أمل. حلقتنا النهاردة مقسمة لجزئين، الجزء الثاني من هذه الحلقة حيكون احتفالا بشهر المرأة والاهتمام الكبير اللي بتوليه الدولة وعلى رأس الدولة سيادة الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي، عن اهتمام بشكل كبير جدا للمرأة، دور المرأة في العمل العام وقد إيه المرأة بدون الرجل لا تستطيع أن تنجح. تفاصيل أكثر هنعرفها مع الأستاذة شيماء عاشور في الجزء الثاني من هذه الحلقة. أما الجزء الأول فهو جزء مهم جدا، طريقة تنظيم الحياة. مش ممكن حد في حياتنا أو في الحياة يقدر يعمل رجيم مدى العمر، لكن يقدر ينظم طريقة أكله، يقدر يأكل بطريقة معينة، يقدر يحاول إن هو يكون مختلف. مختلف إزاي؟ بطريقة أكله، بنظامه، أشياء كثيرة جدا. ارتفاع مستوى السمنة في العالم كله وليس في مصر، ده لأنه دخلت أشياء كثيرة جدا، هرمونات وطريقة أكل وتغيرات مناخية وأشياء كثيرة هنعرفها مع وجه جديد في هذا التخصص. بسعد أنه يكون معنا ونعرف. أنا بسعد قوي لما الشباب يكونوا معنا لأنهم مطلعين أكتر وأكتر عن كل ما هو حديث. معنا دكتورة نيرة علي عبد السلام، أهلا وسهلا، نورتينا. أهلا بحضرتك، ده نورك. مرسي. كل سنة وانت طيبة، وإحنا أيام طيب. قليلة يا رب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. أمين. رمضان بيبقى صعب جدا بالنسبة لناس، وناس تانية تاكل والسمنة بتزداد. أنا واحدة من الناس رمضان بيبقى بالنسبة لي مجهود وشغل، فالمسألة ما بتبقاش فيها سمنة خالص. لكن ناس كتير يرتبط شهر رمضان عندهم بعادات غذائية ما هي سليمة. نبتدي بقى إن بكرة رمضان نعمل ايه؟ هو رمضان بيبقى فرصة هايلة ان انا اقدر انظم يومي، لان اوريدي الوقت متنظم لوحده، الفكرة ان انا استغله بس صح. الفكرة الاولى ان انا افطر فطار صحي على الاقل على السنة، ان انا اخد 3 تمرات مع كوباية لبن واروح اصلي وارجع افطر. ده هيبدأ يأهلني ان انا استوعب الفطار اللي داخل معي. احاول ان انا اقسم طبقي ان هو يبقى متوازن، كاني مقسماه 3 اتلات، تلت فيه مصادر النشويات اللي موجوده وتلت فيه مصادر البروتين وتلت فيه الخضار بتاعي. فبالتالي انا هقدر اكل من كل حاجه بس بتقنين الكميه، ولو محتاجه حاجه حلوه بعد الفطار احاول اقنن كميتها برده وتبقى في خلال الساعه من الوجبه، فبالتالي هحتاج ان انا انظم السكر بتاعي. دكتورة نيرة، يعني هل الصيام هو فرصة للصيام المتقطع وهو نظام غذائي؟ الكثير من السيدات والرجال والأطباء ينصحون به بشكل كبير جدا، وديننا الإسلامي الحنيف يعني بيقول صوموا تصحوا بشكل جيد جدا في تنظيم للمعدة، وده على العكس من الناس كتير جدا كان يقولوا لك في الطب وفي التغذية بنرجوكم ان انتوا ما تجوعوش، لازم تاخدوا حاجات متقطعة. ايه هذا التضارب وايه الجديد وايه الصح؟ الصح طبعا ان فعلا الصيام المتقطع اصلا فكرته هي متطبقة في فكرة رمضان طول الشهر. الفكرة في التوازن، ان انا مش هفضل طول اليوم جعانة ومش باكل، في نفس الوقت في وقت الاكل مش هفضل طول الوقت انا قاعدة باكل. فكرة ان انا حاول انظم ان انا على الاقل كل 2 أو 3 ساعات بدخل وجبة صغيرة من احتياجاتي على مدار اليوم تديني الطاقة اللي اقدر اكمل بيها في حدود الرينج بتاع احتياجاتي اللي انا عايزاه. طيب انهي اسلم؟ انت بتقولي دلوقتي انه انت عايزة تعملي الاتنين في واحد. مظبوط. طيب انه انجح بالنسبة، لان السيدات والبنات والرجال وناس كتير تبقى حابة ان وزنها ينزل، انهي اسرع في ان الوزن ينزل؟ ان انا اجوع نفسي في الصيام المتقطع، ولا اخد سناكس بين الوجبات، ولا اعمل ايه؟ هي الاحسن من ان انا وزني ينزل اسرع ان هو ينزل صح، لانه لو نزل اسرع ده هيخليني ان انا ارجع اسرع. فالفكره ان انا لو نزلت صح هفضل محافظه على معدل نزولي، ان انا برضو اعمل التوازن، هصوم فتره من الوقت والوقت التاني انا باخد سناكس في النص صحية من احتياجاتي
فهتخلي معدل النزول بتاعي من نسبة الدهون اكتر، طبعا مع عوامل تانية زي الرياضة وشرب المية ما ينفعش ان احنا نغفل عنها. طيب يعني عامل مهم. حلو قوي انك انت اتكلمتي عن الميه، لان في ناس اوريدي بتعمل ريجيم ميه، وبرضو يعني اما بحب اشوف الناس بتقول ايه. ناس كتير جدا بيقول لك لا ما تاخدش كميات الميه الفظيعه، مفيش حاجه اسمها ريجيم ميه، فينا ناخد احتياجاتنا من المياه بالنسبه للجسم لكن ما ناخدش طول نهار ميه. مظبوط، انا ليا احتياجات معينه من المياه فعلا لو زادت عنها ممكن تعمل لي حاجه زي تسمم المياه كمان. بالظبط بالظبط فالفكره كلها في التوازن، هو الاكل مش وحش وفي نفس الوقت ما ينفعش ازود فيه، المياه مهمه جدا في حياتي بس برضو لو زادت هتضر جسمي. جسمي مظبوط بموازين معينه محتاج كل حاجه منه. هو ميزان رباني يعني، طبعا واحنا اللي بنعمل خلل فيه. للاسف. خليني اكلمك كمان عن ناس كتير جدا ما بتبقاش حابه تاكل، بس او هي ما عندهاش شهية كتيره لكن احساسها بالاعياء الشديد انها مش قادره، فيقول لك ده فيتامين دي ناقص في الجسم، فالناس تبتدي او حاجه جديده كده مقاومه الانسولين اه دي برضو مكناش بنسمع عنها زمان، بقينا نسمع عنها كتير جدا في الاونه الاخيره. كلميني بقى عن الحاجتين وازاي انا اعرفهم، يعني حتى التحاليل ممكن ما تبقاش طالعه قوي لكن الناس بتبتدي تاخد لمقاومه الانسولين ادويه، وبتبتدي تاخد لفيتامين دي ادويه، مع ان فيتامين دي هو الشمس. مظبوط، هي الفيتامين دي فعلا الشمس هي اللي بتساعدني ان انا اجدده في جسمي او ان هو يبقى في الصورة النشطة بتاعته، بس في بعض الناس لما بيبقى نازل عندهم جدا الشمس مش بتساعد كفاية لان مفيش اصلا المخزون اللي الشمس هتنشطه، فلازم اخد مكمل غذائي بس طبعا لازم يبقى تحت اشراف طبي لان هو ليه نسب معينة لو زاد عنها برضو هيضر الجسم. كذلك مقاومة الانسولين، طب ايه المظاهر اللي تخليني احس لا انا اخدت زيادة فعليا ان انا اتوقف علشان كده هيبقى فيها ضرر؟ المظاهر او الاعراض اللي بتظهر هي نفس اعراض النقص بتاعته، ان انا بحس بألم شديد قوي في العظم، بحس بخمول دايما، بحس بتعب جدا في او ارهاق عموما طول اليوم، كمان بيأثر على تغيير المود. بس الفكرة ان الاعراض دي مش هتظهر الا لو كانت نسبة التحاليل عالية قوي لدرجة خطر، فعشان كده انا لازم اتابع بالتحاليل قبل حتى ما الاعراض دي تبدأ تظهر عليا. طب ومقاومة الأنسولين، هل في بعض المأكولات أكلها وبلاش أدوية، خليني في الناتشرال والطبيعة مهمة جدا، يعني مش إحنا لسه كنا قبل الهوا بنتكلم بنقول كل ما هو طبيعي مش مضر. مقاومة الإنسولين أهم حاجة فيها قبل الأكل كمان الرياضة، هي أحسن حاجة بتحسن حساسية الخلايا تاني للإنسولين. برضو الأكل بيساعد بنسبة منها، تنظيم الوجبات اللي اتكلمنا عنه بيساعد جدا في إن أنا بحسن مقاومة الإنسولين، فدول أهم عادتين. في المقابل للأكل أهتم بالأكل اللي فيه ألياف عالية، أحاول أبعد عن الحاجات السكريات البسيطة أو الدقيق الأبيض الكتير، برضو أخده بتقنين معين، ولو محتاجة حلويات زي ما قلنا تبقى في خلال ساعة من الوجبة، أبقى منظمة السايكل بتاعت السكر والإنسولين في جسمي. هل في معدل، يعني ناس كتير جدا مشكلتها مش الاكل، مشكلتها الحلويات، صح، يعني ما عندهاش مشكله انها ما تاكلش مكرونه ورز وعيش وكل حاجه لكن لا تقاوم الشوكولا، وانت عارفه انها بتحسن المزاج العام بشكل كبير. أكيد. طب يعني ماشي هاكل الدارك شوكليت بس مش هقدر اعيش بيها، الشوكولاته التانيه برضو بتعمل كده مود حاله. مختلف أكيد. الفكرة برضو ان انا احتياجي للحلويات بشكل كبير او طول اليوم ده معناه ان انا جسمي افتقد جزء من الطاقة بتاعته فعايز ايوه يعوضها بالسكر، طب فانا لازم اكله كويس واشربه مية كويس. والاحتياج بقى بتاع المود زي ما بنقول او الحاجة الزيادة بتاع الشوكولاتة او الحاجات دي هتبقى اكيد بكمية اقل، وبعدين هقدر ان انا اتحكم فيها، انا اللي اعمل كنترول مش هي اللي تعمل كنترول عليا، فاقنن منها برضو الكمية واخدها مفيش مشكلة. سمنة الأطفال وظاهرة مختلفة تماما، احنا بنشوف كده الولاد الصغننين معرفش السمنة زادت بشكل كبير، هل هما بياكلوا غلط ولا الأمهات كل أم ويا رب كده قريبا تبقي أم إن شاء الله، تحسي إنه أنت يعني حاسة بذنب شديد إن ابنك مش بياكل، مع إن مثلا أستاذنا العظيم رحمة الله عليه الدكتور صلاح حمال كان يقول
مثلا لما نروح له بالبيبي ونقوله ما بياكلش، يقول لك ما فيش نملة بتنام من غير عشاء. مظبوط. ما تفضلوش ورا اولادكم بالاكل طول النهار، هو لما هيحتاج هيطلب الاكل. وفي ولاد ما بيطلبوش خالص، خلاص يعني بتحسي ان معدته قفلت. طب الاشكاليه دي نحلها ازاي؟ هي الفكرة فعلا ان الطفل طول ما هو جعان هو هيطلب الاكل، ولو مش جعان خلاص. في اطفال تانية بيبقى في حاجات بتعطلها عن الاكل، ده انا بقدر ان انا انظم يومه اكتر، او ان في وجبات ثابتة لازم ياخدها في مواعيد معينة. لكن فعلا مش صح ان انا اضغط على الطفل بكمية اكل معينة، لان انا ممكن ابقى بقارنه بحد كبير، لكن هو دي احتياجاته وهو ده اللي محتاجه، لو محتاج اكتر هقدر ان انا ادخله. طبعا بيبقى في متابعة دورية بتحصل للأطفال إن نموهم سليم، طولهم سليم، خلاص مش بقلق من الحاجة دي. للأسف في أهالي كتير بتبقى شايفة نظرة الطفل إن هي عايزاه في حجم معين، فهو ده اللي بيؤدي لمشكلة السمنة، لكن الطفل يبقى نموه سليم وكل حاجة كويسة جدا. في مقاييس للطول والوزن، يعني هي ده الايديال اللي احنا ماشيين عليه بشكل كبير، لكن في حاجات طفرات. يعني كان عندنا طفلة جميلة جدا، خديجة الرائعة، عمرها حوالي 6 سنين ووزنها 70 كيلو. طبعا ده يعني مش طبيعي، و يعني في العنصر الوراثي، وعملوا لها تحاليل وحاجات كتير جدا، وفي الاخر قالوا انه العوامل المساعده الجديده هي عندها نهم كبير جدا للاكل، بتحب الاكل بشكل كل حاجه. حتى انا اما جات لنا على الهوا بسالها، طب انت بتحبي ده او لا، هي بتحب كل يعني اي اكل بتحب، وبيبقى عندها طاقه كبيره جدا انها تاكل. يعني احد الاساتذه الكبار قال ان احنا مش هنقدر نعمل لها اي تدخل جراحي الان، ولكن نقدر نعمل عوامل مساعده اللي هي الابر المنتشره دلوقتي. وجهه نظرك الشخصيه في المساله دي؟ في فعلا اطفال بيبقى فيه طفرات جينيه انا مش بقدر ان انا اتدخل فيها، او مفيش اي عامل في اللايف ستايل هقدر اتحكم فيه، ففعلا طفلة بالظبط بضطر ان انا استنى لحد وقت معين ان انا هقدر ادخل الجراحه. لكن لو مفيش الطفرات الجينيه دي، مجرد طفل عنده النهم للحلويات او النهم للاكل بشكل معين، زي ما حضرتك قلتي هي طفله، انا مش هقدر امنعها عن الاكل، بس انا هقدر اخليها تتحرك هي خلاص ما بقتش بتقدر تتحرك، عشان زيادة سبعين كيلو الوزن. داخلة بعد ال70، فهي خلاص هي عشان تقوم من الكنبة للكرسي موضوع مضايقها، هي مظبوط مش قادرة، بالإضافة إن بقى ابتدى عظمها يوجعها. زي ما قلت لحضرتك، هي دي بتبقى طفرة جينية. لكن لو طفل تاني وزنه زيادة عن المعدل الطبيعي بس بشكل كنترول اكتر، ده اقدر ان انا اخليه يتحرك حتى حركة خفيفة، يعني زي السباحة دي بتبقى سحر في زيادة الوزن طبعا عشان المية. اساسا المية بتشيب لكن خليني اسالك بقى على العوامل المساعده الجديده اللي بقت منتشره جدا، اللي الناس كلها بتاخدها، وهي اساسا ما هياش للتخسيس، هي اساسا لمرضى السكر. مظبوط فعلا في حاجات كتير بيبقى مصرح بيها من منظمة الغذاء والدواء الـ FDA ان هي تبقى دواء للسكر. الناس بتلاحظ نزول الوزن او تحسن الوزن نتيجة لتحسن السكر طبعا، فبالتالي بيستغلوها. طبعا دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا، لان انا برهق الجسم في حاجة هو مش محتاجها في الوقت الحالي. في حاجات بتبقى مصرح بيها ان هي للسمنة، بس كل ده تحت اشراف طبي طبعا. لكن يعني انا شايفاها منتشره جدا، وزادت اسعارها للاقبال الغير عادي عليها، يعني مظبوط اسعار بقت خرافيه. مش عارفه هل دي ممكن تكون بديله للجراحه؟ بتساعد بنسبة، أكيد مش بديلة للجراحة كحل نهائي، لأن الجراحة هي الحاجة الأكبر ولا الجراحه حل نهائي؟ بالظبط. بس لازم مع الجراحة نظام طبعا، يعني طبعا فعلا هي مش حل نهائي، أنا هعملها وهعمل نظام غذائي برضو، بس الفكرة إن هي بتبقى حل قبل الجراحة. ساعات بنلجأ له ان هو يساعد الحاله دي، لو انا خايفه عليها ان هي داخله على مرض معين او ضرر معين، بقدر ان انا احميها من المرض ده. طيب هو اي دواء له سايد افكت، يعني اكيد هو كل الادويه حتى الفيتامينز برضو له مشاكله. طيب انا اعمل ايه؟ يعني انا بين مشكلتين، سمنه مفرطه، وما بين على الجانب الاخر اضرار هتجيلي لو انا اخدت ده.
ايوه يعني هي سمنه مرض اوريدي. هي فعلا السمنة ال WHO أو منظمة الصحة العالمية مشخصاها إن هي مرض الأمراض، إن هي بتأدي لأمراض تانية كتير، بس على الأقل إحنا لازم نحاول باللايف ستايل اللي اتكلمنا فيه. لو بدأت ألاقي تحسن بنسب معينة بتبقى أمان بالنسبة لي، هكمل في اللايف ستايل، بس لازم أصبر عشان ألاقي النتيجة. لكن لو لقيت إن أنا بحاول وفي حاجة معينة هي اللي بتعيقني وفعلا هتدخلني على مرض بعد كده ممكن ما أقدرش إن أنا أرجع فيه، هضطر إن أنا ادخل بوسائل تانية بس بلامت معين، وستيل اللايف الغذائي هو او النظام الغذائي هو اللي معايا. دكتورة نيرة، برضو في الدراسات الحديثة للسمنة والغذاء الأطفال لا يحبذ إنه يكون في سكر أو ملح في السنتين الأولى، مع إن إحنا ربناكم بشكل جيد جدا أهو الحمد لله، وكنتوا بتاكلوا عادي يعني سكر وملح وكل حاجة، يعني سنتين ده كان يعني الطفل بياكل كل حاجة من البيت. هي الفكرة ان الطفل اول حاجة بيستطعمها هي دي اللي بيقدر ان هو يكمل عليه، فانا لو اول حاجة دخلتها له سكر وملح مش هقدر ان انا استغنى عنهم بعد كده، لكن هو لو ما تعودش عليهم من الاول هيتقبل حاجات تانية كتير ومش هيحتاج السكر والملح، بمعنى ان انا مش محتاجة ادخل السكر او الفاكهة حتى كحل اولاني، بدخل اول الخضار. لو دخلت السكر والفاكهة ممكن ما يتقبلش الخضار، فعشان كده في جيل كتير من الشباب او المراهقين دلوقتي اللي هم الطفل الانتقائي اللي هو بيختار حاجات معينة بيحبها ومش حابب الباقي، عشان ده انا هو ده بقت السمة السائدة يعني. بالظبط عشان انا ما دخلتش الحاجة دي كأول استطعام ليه فرفضها لانه قصاده حاجات تانية بالنسبة له احلى، فعشان كده بنبعدهم على قد ما نقدر. كده كده هتدخله بس مش بتبقى هي اول حاجة لازم تدخله. خليني أسأل برضو عن تفاصيل الغذاء الآمن. أنا يعني إيه هي تفاصيل الغذاء الآمن بالنسبة للولاد الصغننين؟ يعني أنا بشوفهم طول الوقت بيبقى عندهم شغف شديد جدا حتى بعد سنتين بالسويتس الحلويات بشكل كبير جدا، فنبتدي نشوف تسوس في الأسنان، نبتدي نشوف هو شهيته للأكل بيرفضها مركز، وزي ما انت قلتي هو بقى شخص انتقائي، يعني مثلا معظم الولاد ما بياكلوش السمك على الرغم ان السمك ده حاجة مهمة جدا. مظبوط. الموضوع بيحتاج تعب من الاهل شويه، ان هما بيحاولوا بصوره الاكل باكتر، يعني بنوع الاكل باكتر من صوره علشان يقدروا ان الاطفال يتقبلوه في الشكل ده. مش لازم ياكل السمك في شكله العادي، هو انا ممكن اشوف ايه فوائد السمك وادخلها له من الاكل التاني، لكن لو فضلت وراه في صوره اكل معين لازم ياكلها هو فعلا هيرفض انواع اكتر من الاكل. نقطه التسوس وان هما عندهم شره للحلويات، ففعلا الحلويات دي لما بتدخل بنسبة أكبر أو أنا بستسهل إن أنا الحمد لله إن هو كل حتى لو حاجة مضرة، هو ده اللي ممكن يسد نفسه أو يقفل شهيته فعلا عن الأكل العادي. كل ده بيتم بقى باتفاق مع الطفل، يعني بنعمل معاه ديل على ما قد ما بيقول. بيتفروش. بنحاول بطرق مختلفة بالحاجة اللي هو حاببها، يعني مقابل إن أنا هاخد الحاجة دي على الأقل أخد الحاجة المفيدة. بحاول إن أنا من البداية لو معرضتوش ليها مش هيبقى عنده شراهة وإنها مليئة. عالميا مرض الأمراض في ازدياد ولا في وعي بالنسبة للنظام اليومي الغذائي وليس رجيم أو طريقة أكل معين؟ هو للأسف في ازدياد كأرقام، بس فعلا الوعي بدأ ينتشر أكتر، يعني بلاقي مبادرات كتير جدا بتساعد في الموضوع ده لنشر الوعي عن فكرة إن أنا حسن النظام الغذائي بتاعي كله. بدأت ألاحظ ناس كتير بتهتم بتغذيتها مش عشان مجرد إن هي تنزل في الوزن قد ما إن هي عايزة تحافظ على صحتها أكتر، فيعني إن شاء الله على أمل. على المقابل ست رايس كان عامل حملة كبيرة جدا عن التقزم في المقابل للسمنة. احنا بنشوف الولاد بقوا قليلين وقصيرين، بيجي عندكم حالات زي كده؟ وهل هناك أنواع من التغذية اللي ممكن إنها تساعد في أشياء تانية؟ اكيد، يعني فعلا في اطفال كتير بيجولنا ان هما مجرد الطول او نمو الطول مش احسن حاجة او مش في المعدل الطبيعي، مجرد ان انا بدخل احتياجاته من الاكل بيساعدني ان نموه يبقى بشكل طبيعي. فعلا المبادرات دي ساعدتنا ان احنا نبين مساحة اكبر من الناس دي او الاطفال دي، والوعي عند الاهل يزيد اكتر، مش مجرد ان هو قصير عشان مثلا وراثيا او جينيا كده، لا لازم نشوف الاول في عامل تغذوي اقدر اساعد فيه ولا لا. طبعا اول ما بيوصل لمرحلة معينة مش هقدر اغير حاجة. بطول معين بوزن معين. بالظبط.
الاطفال مش بركز معاهم على رقم قد ما ان هم طولهم ووزنهم بيتحطوا على حاجه اسمها جروث تشارت او معدل النمو. في خلال السن اللي هو فيه بمعدل 10 من اصحابه هو هيبقى في انهي كاتيجوري بالظبط، اقدر اشخص هو قليل مظبوط زايد وهكذا. العوامل الوراثيه مهمه برضو اكيد، يعني، ما هو انا عايزه، انا قصيره اولادي مش هيطلعوا طوال قوي يعني. مظبوط، بس زي ما قلت لحضرتك بيبقى رينج بقدر ان انا احدد فين في خلال السن ليا رينج معين يبقى هو فيه، مش رقم معين، عشان كده الاطفال ما ينفعش احكمهم برقم. دكتوره نيره كل سنه وانت طيبه، ويا رب رمضان كريم ويبقى صوموا وتصحوا ان شاء الله ان شاء الله. بشكل جيد جدا، نقضي شهر رمضان بهذه الارشادات الجميله لدكتور نيره علي عبد السلام. نورتينا وشرفتينا. ميرسي، شكرا اهلا وسهلا لحضرتك. بيك. فاصل مشاهدينا من المرأة المدني واهميته في صناعه اشياء كثيره جدا. هذا الشهر هو شهر المرأة.